نروح ليد الاهلي وباسكت الاهلي، اكتساح اليد او فريق اليد الاهلي لفريق الترجي التونسي في بطوله افريقيا بنتيجه 28 21 والمباراه دي كانت بتلعب في ختام ماتشات او مباريات الدور الاول من بطوله افريقيا الانديه الابطال اللي بتستضيفها بالمناسبه تونس عشان بكده يكون حقق الاهلي العلامه الكامله في مجموعته ويتصدر المجموعه وينتظر في الدور التالي طبعا المباريات المقبله فاز في الاربع ماتشات لعبها ويمكن من اللحظه او من بدايه المباراه سيطر الاهلي على المباراه جمله وتفصيلا ونجح ان يوسع الفارق مع الترجي على مدار اللقاء لغايه لما انتهت النتيجه لصالح الاهلي بنتيجه 28 21 وهي نتيجه كبيره جدا مع فريق من كبار افريقيا الترجي واحد من اهم واكبر انديه افريقيا على مستوى كره اليد ويمكن كان في في المدرجات زي ما انتم شايفين عدد من جمهور النادي الاهلي اللي حضر المباراه عشان يساند الفريق مش بس بطولة افريقيا اليد لكن كمان بطولة او البطولة العربية لكرة السلة الفريق الأول لكرة السلة في النادي الأهلي عمل ريكورد افتتح مشواره في البطولة العربية للأندية اللي بتستضيفها الكويت بالفوز على فريق الميناء اليمني عرض قوي جدا وسكور عالي جدا نجح طبعا ده ولتر هوتش طبعا نجم سلة الأهلي والمباراة انتهت لصالح النادي الأهلي بنتيجة 132 مقابل 53 عشان يحقق نادي الأهلي أول فوز لي في مشواره في البطولة